مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام حياكم الله معنا من جديد في برنامجكم مرسى ثقافي سعداء بلقائكم دائما في هذا المرسى وهذا الحوار الثقافي في ميادين الادب والثقافه. اليوم راح نتكلم ان شاء الله حول الشعر الشعبي ومكانه واهميه الشعر الشعبي من الثقافه وهل يمكن فصل الشعر الشعبي عن الثقافه؟ كل ذلك ان شاء الله واكثر في حلقه اليوم من مرسى ثقافي خلكم معنا. إذا حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وكيف يكون الشعر الشعبي مراه للثقافه وكيف يعكس هذه الثقافه رحب من جديد بضيفي الفاضل الشاعر زيد بن غيام حياك الله ابو من جديد وسعداء بلقائك. الله يسلمك ويرضى عليك. ابو تركي طبعا الشعر الشعبي نعم. الذي لا يعني يكون عارفا بهذا الشعر قد نقول قد يعني نعم. لا يعطيه قيمته كما ينبغي و قد يعني يعطي الشعر الفصيح مكانه اعلى من الشعر الشعبي، لذلك سؤالنا يعني ابو تركي ما هي مكانه الشعر الشعبي وكيف يعني يكون مرآة للثقافه؟ طبعا ما في شك الان بالسنوات الاخيره نعم وانتشار السوشيال ميديا الشعر الشعبي له اصبح مؤثر اكثر من اكثر اكثر من الفصحى لكن لكن لا, لا يبقى يعني هو الباقي والمستمر الشعر الفصيح طيب الادب العربي الفصيح بالذات الشعر لان لانه ملتزم بقواعد وضوابط وبحوث تستمر الى اخر الزمان الشعر الشعبي متغير وينجح فتره معينه يعني مؤقتا يكتسح يعني. يعني والدليل ان هناك مسابقات عملت بالفصحى ومسابقات عملت بالشعبية ما راح نذكر البرامج البرنامج حتى غير شح. مسموح طبعاً. لا شك. إيه هناك برامج بالشعر الشعبية والعامية هو طبعاً هو نعم. الأفضل ما يطلع عليه العامي. العامي نعم. إيه لأن الشعبي يكون موروث قديم. أه. إيه نجحت نجاح مبهر. على خلاف الشعر الفصيح او الادب الشعر العربي أه. طبعا هذا دليل على شنو تركي يعني؟ هذا دليل على ان طبعا اتساع هذه الامه المتلقي و سهولته يمكن من المتلقين سهولته ويعكس يعكس مم. يعني يع يعكس الشرق. ثقافتك نفسك يعني مم. خصوصا عند البسطاء عند الناس البسطاء اللي ما يعرف صحيح. ما يقرا مثلا ما ليس متبحر بالفصيح عرفت لما تاتي مثلا الى مثلا عندنا بالعراق عندنا شعراء ما ممتازين كان لهم دور في في ايام حروبهم في القرن الماضي نعم. لما تاتي الى الشعبي الشعر الشعبي او في مصر مثلا عندنا اسماء الشعر كثيرة يكون سلاح يكون السلاح نعم, يستخدم نعم في هذا في هذا في, في, هذه الحاله طيب المغربي الخطابي نعم هل هل يصح القول ان يعني الشعر الشعبي هو اكثر يعني تصوير لثقافه المجتمع نفسه طبعا مش اكثر ولكنه الاقرب 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 من آه الفصيح والاكثر تفاعلا معها يعني أوه. لما تاتي الى مثلا الى عوام العامه مثلا مثلا ناخذ الخليجي مثلا أوه. تاتي وتقول مثلا بيت المتنبي اقل انا لقطع احمل علي زلي اعد زد هالشبشه تفضل ادوس الرسل مثلا ما يبقى نعم. السيف اصدق ابا من, من الكتب سيد. في حدي الحد بين الجد واللعب ما يتفاعل معها بالضبط. لكن لما تجي تقول مثلا من العاميه بيت شعر لسعد الاكلبي جميل جدا ورائع اللي يقول اما يا غازي ما يا غازي ما غزيت الناس ولا اما خذيت الناس ولا خذوك الدعم بشنابكم والجائزه بشنبي يعني فيها فيها أي واضحه تلامس مشاعر مشاعرهم مثلا لما مم. تجي يقول تقول ما يستشك حسين كود ولا ترى الطيب وسيع نبطانه مم. يعني تحرك 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 وفيها فيها حماس وقريب واضحه يعني بغضب بغضب كلمات سهله وواضحه نعم. يعني هذه من الكلمه تلامس مشاعرهم يعني هي هم اللي قاعدين يتكلمونها يعني نعم. غير اذا فاصل ارجع اكمل معك الشرح ولا الموضوع نعم. ان شاء الله اذا فاصل احبتنا وراجع لكم في مرسى في خلكم معنا رجعنا معكم من جديد في مرسى ثقافي ورحب من جديد بضيفي الفاضل الشاعر زيد بن غيام حياك الله استاذ زيد من جديد اذا استاذ زيد لو نتكلم عن الشعر الشعبي الان يعني واقع الشعر الشعبي كونك ذكرت انه يعني اكثر قربا وملامسه للمجتمع لانه بسيط ومن سهل سهل, سهل. طيب بالنسبه لي يعني خلينا نقول الان واقع الشعر الشعبي هل لا زال يمتلك هذا التاثير الان؟ لا الان هو طبعا يمتلك تاثير لكن ليس يعني قبل سهل. 20 سنه اقوى اقوى اي الان اعتقد بان يعني اصبح هناك تشبع اصبح هناك او نوع من الملل واعتقد بان بدأت حلقات او برامج كثيره توضح عن الادب الادب العربي الشعر العربي خصوصا بعض خصوصا القصائد السلسه والسهله مثل المتنبي يقول: ألم ألم ألم, 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 ألم بدائي إن, إن أن آن أو آن أو آن أواني. يعني هذه التلاعبات وهذه المفردات الجميله يعني بدأت تسحب أو تسحب جماهير إلى هذه الناحيه، أيضا المسابقات الكبرى. يعني الآن الواقع الآن الكفه للشعر تميل إلى الشعر. تميل إلى الشعر الفصيح الآن تميل إلى الفصيح لكن لا زالت القوه عند قوة التأثير لدى الشعر العامي. طيب يعني بالنسبه لي يعني خلينا نقول يعني استاذ تركي مساله بتركي تركي مساله التاثير على المتلقي، طبعا الشعر من الهدف منه؟ اكيد يعني آآ التاثير آآ تريد ان تستفز مشاعر ما و... امامك حتى يتفاعل معك او او تغير حتى سلوكه او فكره بالضبط, بالضبط, بالضبط تماما طيب تمام الان لمن الغلبه في في هذا الجانب الان في واقع الحال؟ لا طبعا الحال العامي ما في شك العام العامي ما في شك العامي هو اللي ياثر طبعا هو المؤثر كثير لأن يعني لما تجي الان لما العربيه 300 و 400 مليون يعني بعض لما تاتي مثلا من المغرب العربي الى اقصى, أقصى, المغ... أقصى الغرب الى الكويت تجد ما ما نتفاهم بلهجاتنا يعني صحيح. فاللهجه لها دور جدا عظيم جدا بحيث ان بدل ما يتكلم باللغه العربيه الفصحى اللي ما يفهمها الغالبيه او ما الغالب بما انه ما يفهمها بالشكل الصحيح او بالشكل المتمكن يتمكن من فهمها اكيد يعني هذا يؤدي الى انها متاكد من انها لن تؤثر فيه. ما راح يتفاعل معاه، فيبدا بالعام <applause> طيب ايضا شاعرنا زيد بن غيام انت لك مؤلفات عن الشعر. نعم. طيب وين عن المؤلفات هذه؟ عندي والله عندي ديوان الاول وحي القصيد. هذا انتجته في عام تس اخر 99 <applause> عام 99 ونزل في معرض الكتاب والحمد لله يعني طبعت منه يمكن مرتين او ثلاثة وراح. ما شاء الله. وبعدها ب 2006 عندي ايضا ديوان اخر اسمه مراكب ادب. بعد مقرؤ يمكن جبت نسخه قبل شويه عندكم نعم. <applause> وايضا بعدها بسنتين عملت شريط صوتي اسمه المعلقه طبعا نتيجه لقصيده المعلقه انا مسوي قصيده اسمها المعلقه <applause> عاميه طبعا معلقه في سيد سيد المزايين من يوم عصر الجاهليه دعالي طبعا المعلقات سبع وهذه اعتبرتها الثامنه لاني كنت بقى احاول احرك بشاعر اذا بضيف اذا بضيف الثلاثه يصيرون 11 اي اي الثلاثه 11 بالضبط بالضبط يعني الثامنه صحيح <applause> اي فاذا تبون اسمعكم يا اسمعوا بس طيب اذا كان في وقت اي والله يا ريت شاعرنا زين الغيام نسمع منك بعض الابيات الجميله من هذه القصيده المعلقة حاضر نعم معلقه في سيد سيد المزايين من يوم عصر الجاهليه دعالي الثامنه بحسابهم لو تعدين والاولى في حسبتي واحتمالي انت بدايه عهد مدري على وين بس الاكيد اعلنت معك ارتحالي مجدده في داخلي للمحبين مجلس لب العبون الى اخر القصيده صح طويله صح, 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 صح. صح. اذا فعلا استمتعنا من اكبر حلقه هذا كان سم. حوار فعلا يعني ثقافي جميل حول اهميته ومكانته وتاثير الشعر الشعبي كل الشكر لك شاعرنا زيد بن غيام ايضا شكر موصول لكم يا احب المتابعين ترون ان شاء الله في حلقه مقبله وحوار ثقافي جديد من برنامجكم مرسى ثقافي حتى ذلك الحين نقول لكم مع السلامه وفي امان الله